يمن has announced its first case of coronavirus. إصابات فيروس كورونا في اليمن إلى 67 حالة مؤكدة. في اليمن سجلت 87 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا. COVID-19 القاتل الخفي. ظهر فيروس كورونا المستجد نهاية العام 2019 في ووهان الصينية، وانتقل منها ليصيب الملايين في أنحاء المعمورة. مئات الآلاف قضوا بهذا المرض، وما زال يحصد أرواح الآلاف. أعجز دولاً عظمى أمام سرعة انتشاره وعدوانيته رغم كل القدرات والإمكانيات، ووصل مؤخراً إلى اليمن الذي يعاني الويلات والحروب والمآسي، ويفتقد إلى كل مقومات الرعاية الصحية والبنية التحتية التي تمكنه من مجابهة هذه الجائحة، إضافة إلى ظروف اقتصادية قاسية أضعفت أجساد الناس وجعلت الملايين يعيشون في نقص تغذية حاد، وبذلك نقص في الفيتامينات والمناعة. هذا كله وعوامل كثيرة أخرى تجعل إمكانية الإصابة والموت من الفيروس عالية، وهذا ما توضحه الأرقام الصادرة من المؤسسات الحكومية والمدنية. بالرغم من صعوبة تأكيد دقتها لانعدام الفحوصات اللازمة لتأكيد الحالات، إلا أنها مخيفة وتنذر بكارثة وشيكة. ففي عدن وحدها تضاعفت أعداد تصاريح الدفن خلال النصف الأول من مايو 3 مرات، وبزيادة 250% عن نفس الفترة من العام الماضي، وهذا ما تؤكده الأطقم الطبية العاملة في المستشفيات والذين يقفون عاجزين عن مساعدة المرضى لنقص الإمكانيات. والحال في مدن أخرى كصنعاء ليس مختلفاً جداً، غير أنه لا إحصائيات دقيقة تصدر من أي جهة بهذا الخصوص، ولذلك فنحن بحاجة لتقوية القطاع الصحي لمواجهة هذه الجائحة ومداواة المصابين والعناية بهم. ولكي تقوم المرافق الطبية بدورها تحتاج إلى الإمكانيات المادية والبشرية والدعم من كل الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني ورجال الأعمال. من أجل ذلك أطلق اتحاد الأطباء الألماني اليمني حملة عاجلة لمساعدة القطاع الطبي لمواجهة جائحة كوفيد-19، والتي تهدف إلى توفير المواد الضرورية لاستمرار عمل الطواقم الطبية في خدمة المرضى ومعالجتهم، وفي مقدمتها كمرحلة أولى توفير مستلزمات الحماية للطواقم الطبية التي بدونها تصبح الطواقم الطبية أول ضحايا هذا الفيروس وتنعدم الخدمات الصحية. ساهموا معنا في إنقاذ وطننا وأحبتنا في اليمن من خلال دعم هذه الحملة. للتبرع التحويل إلى الحساب البنكي التالي: غرض التحويل كوفيد-19.